للحديث أكثر عن الذكرى الأولى بعد المئة لثورة العشرين الكبرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بك دكتور ثامر. بداية، تمر هذه الأيام الذكرى الأولى بعد المئة على ثورة العشرين، حقائق مغيبة، ماذا تمثل هذه الثورة برأيك في العقل الجمعي للعراقيين؟ تفضل. حياكم الله أخي الكريم، والتحية لحضرتك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. حقيقة عندما نستذكر ثورة العشرين في هذه الأيام المباركة، فإننا نستذكر قوة أجدادنا وبسالتهم وشجاعتهم، نستذكر جهادهم ومقارعتهم للاحتلال، نستذكر رسم طريق التحرير بأياد بيضاء، بعقول نيرة، بنفوس مطمئنة إلى معرفة الحق وطريق الصواب. عندما نستذكر هذه الأيام ثورة العشرين، فإننا نستذكر ونعلم ما تمثله ثورة العشرين من وحدة العراق. نستذكر كيف أفشلت هذه الثورة المشاريع الخبيثة التي حاول الاحتلال البريطاني زرعها في المجتمع العراقي. نستذكر مقاومة المحتل واستهداف جيش الغاشم. نستذكر كيف رضخ الاحتلال البريطاني الذي كان من أقوى جيوش العالم آنذاك. نستذكر كيف أنه أرغم على الرضوخ إلى ما أراده ثوار العشرين. من أهم ما ميز ثورة العشرين هو عدم الاستسلام للظروف الميدانية وعدم الخضوع لرغبة المحتلين، وكان السعي حثيث من أجل انتزاع الوطن من مخالب المحتل ومن عملائه الفاسدين. لأن أجدادنا في ثورة العشرين سلكوا كل الطرق لأجل النضال من أجل استخلاص العراق من الاحتلال البريطاني. دكتور ثامر، يعني وكما تعلم فإنه من مميزات ثورة تشرين أنها تمثل كل الشعب العراقي طائفيا ومناطقيا. بما تفسر محاولة شركاء العملية السياسية الطائفية في العراق سرقة هذا الإنجاز الشعبي المتجاوز للطائفية والمناطقية؟ حقيقة هناك محاولات يعني يمكن أن نصفها بأنها فاشلة، لأنهم لا يمكن أن يغيروا تاريخ ثورة العشرين، لأن ثورة العشرين قامت على الوحدة الوطنية. لم يكن هناك فرق بين سني وشيعي، بين كردي وعربي، بين مسيحي ومسلم. الجميع شارك في هذه الثورة من أجل تحرير العراق. عملاء الاحتلال اليوم، أذناب الاحتلال، سواء الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني، هؤلاء لا يمثلون ثورة العشرين، وثورة العشرين تتناقض مع مبادئهم، لأنهم يعملون عكس ما عمله ثوار ثورة العشرين. لأن ثورة العشرين قامت على مقارعة الاحتلال، لكن الآن من يريد أن يسرق إنجازات ثورة العشرين هم تعاونوا مع المحتل الأمريكي، هم تعاونوا مع المحتل الإيراني، هم ساعدوا في احتلال العراق، هم ساعدوا في تدمير المدن في الموصل، في الأنبار، في صلاح الدين. هؤلاء كانت طيران الاحتلال يحميهم، وهم يدخلون إلى المدن تدميرا وقتلا وترويعا وتغييبا، والآثار شاهدة على مجازرهم وانتهاكاتهم من حقوق الإنسان، لأنهم حقيقة هم أعانوا المحتل وساعدوا المحتل في ترسيخ وجوده في العراق، وهذا يتناقض تماما مع أهداف ثورة العشرين. دكتور ثامر، يعني ثورة العشرين التي تبلغ اليوم عامها أو ذكرها تبلغ عامها الأول بعد المئة، ما هي أوجه الشبه ما بينها وبين ثورة تشرين باعتقادك؟ ما يميز هذه الثورة، ثورة تشرين، أنها قامت ضد الاحتلال البريطاني، عفوا ضد الاحتلال الإيراني، أنها ضد الاحتلال الأمريكي. وهذا نفسه الهدف الذي خرج من أجله ثوار ثورة العشرين في حينها عام 1920 عندما خرجوا ضد الاحتلال البريطاني. الآن ثوار تشرين، الشباب المنتفض منذ 2019 وإلى يومنا هذا، هناك مظاهرات تخرج من أجل قطع ذيول إيران في العراق، من أجل استعادة العراق من هؤلاء المرتزقة ومن ذيول إيران وأدوات إيران التي تسلطت على الشعب العراقي وسرقت ثرواته
وهدمت نعم الديار على ساكنيها. فإذا ثوار تشرين هم امتداد لثوار ثورة العشرين، لأن الأهداف واحدة، لأن المقاصد واحدة، لأنهم خرجوا على الاحتلال ومشارعه وأدواته. نعم. في سؤالي الأخير إليك الآن دكتور ثامر، يعني إلى أي مدى ترى أن روح ثورة العشرين هي السارية في روح ثورة تشرين الآن حتى تشكل زلزالا للنظام الذي أعطى ظهره للوطن ومصالحه من أجل إرضاء طهران؟ حقيقة هذا يكمن في لافتة كبيرة وصرخات المتظاهرين في صرخات متظاهري ثوار تشرين عندما طالبوا بوطن واحد، بعدم التفرقة بين السني والشيعي من أجل وحدة العراق. ثوار تشرين خرجوا جميعا من أجل العراق ولم يفرقوا بين السني والشيعي، خرجوا كما خرج أجدادهم في ثورة العشرين، السني والشيعي يدا واحدة وموقفا واحد من أجل استعادة البلاد وطرد الاحتلال الإيراني والأمريكي من العراق. مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.